نادي الزمالك، ماتش الزمالك كان ايه اخباره معاك؟ كان ماتش حلو قوي بصراحة. كان ماتش حلو، كان ماتش حلو، واحنا كنا كويسين قوي وضيعنا كتير في الماتش ده. انا كان بقالي فترة كبيرة ما لعبتش، يعني ما لعبتش ماتش قدام الزمالك. فالماتش ده كان يعني من احسن الماتشات برضه لعبتها في الدوري السنة دي، بس ضيعت كورة كده ما تضيعش خالص. صح. كانت مأثرة عليا طول اليوم بقى. أثرت عليك طول المباراة؟ لا يعني أنا بعد الماتش كنت متضايق قوي إن الكورة يعني مع إن برضه بتلعب نادي كبير جدا يعني. بس كنا عاملين ماتش كويس. بص يا كابتن، أنت تصدق نفسك يعني قدام الفرق الكبيرة، صدق إن أنت لعيب كويس وإن أنت تقدر تكسب وتعرف تكسب، هتكسب. بس بيقولوا دايما لما يعني وفهموني في الجملة دي، تيجي تلعب قدام الزمالك والاهلي بنجومهم بالاضواء اللي مسلطه عليهم، مش بتكلم على امكانيات لعيبه كوره، بالاضواء الكتيره اللي مسلطه عليهم، بيبقى في رهبه كده كده من لعيبه الاهلي والزمالك. الكلام ده بتحسوه شويه؟ شويه يعني. والله انا عن نفسي في البدايه قبل ما تلعب ماتشات كتير وتلعب مرحله، ان احنا الحمد لله احنا وصلنا دلوقتي، انا بلعب بقالي 8 سنين دوري ممتاز، فالمرحله اللي انت بتتكلم فيها ده خلاص انا عديتها. يعني انا بقيت انزل ماتش عادي، انا بلعب لعيب زي الرهبه والخوف ده فعلا كان في بدايه اول ما بدات العب دوري ممتاز كنت بحس الاحساس ده. لكن دلوقتي بصراحه ما بحسش الاحساس ده خالص. وانت زي ما الكابتن محمد بيقول كده، وبعدين احنا برضو جينا في وقت الجماهير برضو ما بتدخلش. يعني احنا لو كنا بنلعب مثلا قبل 2010 وبتاع كان الموضوع برضو كان بيبقى في رهبه اكتر، الجمهور مالي الملعب وكده. الاجواء بتبقى حلوه قوي في الماتشات دي. يعني زي ما كابتن محمد بيقول لك كده، ان هو لو انا بلعب والماتش ماشي كويس معايا وكده هتتمتع، يعني الجماهير والاجواء طب لو مش ماشي كويس؟ لو مش ماشي كويس بقى تتقطع زي ما بيقطعوا فيا كده. صح. انت عندك جمله شايل كتير، انت شايل شكلك. لا خالص والله، كل شايل لا خالص والله، لا خالص خالص شايل.